عجينة بقلاوة، سمن ربع كوب، وفستق، ماء ورد معلقة كبيرة، وقطر. نحطها هنا كده ونبتدي نشتغل في البقلاوة بتاعتنا. نفتحها، بس عايزين يكون معانا سكينة. بلشت أكون أصدقاء على الفيسبوك أحفظهم. أولها كان كتير صعب أحفظ الناس. بس بعد هلأ كده شوي شوي. طيب هناخد الجلاش، وده نوع لطيف جدا، أنا بصراحة بحبه النوع ده لأنه طري طري، يعني لما باجي بشتغل فيها ما بتتقطعش معايا. هلا ممكن تكتشفي الكولاج اذا منيح او لا اول ما تطلع عليه او تمسكيه؟ بتعرفي طبعا دغري ببين. طبعا بيبان على طول. يعني انا في انواع كتير زي ما قلت لك بقدرش اعمل بيها الوصفه دي، بس ممكن اعمل بيها حاجات تانية، بس الوصفه دي عايزه عجينه طريه. بقسم ورقه الجلاش اللي عندي بقسمها اتنين بالطريقه دي. وخلينا نبتدي نشتغل فيها. هناخد واحدة نحطها قدامنا كده، والباقي على طول بخبيه بفوطة. اوكي، هاخد بقى الفرشة وهغطي الورقة اللي عندي دي كويس بالسمنة، يعني كده تنتيف بس عشان خاطر تقرمش. يعني دلوقتي اكلوها في الاستوديو من قبل ما نكون لسه حشيناها وكتير حبوها. لان نوع العجينه كويس ومتحمره في درجه مظبوطه، يعني مشويه في الفرن بدرجه مظبوطه. كل دي حاجات، يعني انا لو حطيت العجينه دي على نار عاليه هتحمر وكل حاجه، بس من جوه مش هتبقى مستويه. فاحسن هيك كتير، درجه الحراره بتفرق كمان أكيد. في الاكل. طيب دلوقتي هناخد السيخ اللي عندنا وهنحطه بالشكل ده، وهنبتدي نلف العجينة بتاعتنا عليه. اوكي كده، ونبتدي نلفها عادي خالص. هلفها بس لغاية هنا كده. اوكي، وبعدين باخد العجينة بكشكشها بالشكل ده. طبعا ما يشدوا لما يلفوا، لان مستحيل تكشكش. بصي هي كشكشت لان نوع العجينه حلو. لو نوع عجينه تاني هتعمله كده هتتكسر وتقع منك كلها. فلازم نوع العجينه يكون كويس. بعد ما كشكشتها كده بطلعها بحطها كده. دي بقت القاعده عندي. بلف كده، بلفها عادي خالص بالشكل ده، ويا اما بتدخلوها جوه يا اما الاسهل تضغطوها بالشكل ده وتعملوا يبقى عندكم شكل زي ده. نعمل كمان واحدة ولا؟ نعمل كمان واحدة. رباب وأروى وأم عثمان وتسنيم وجنى وشبلي، شبلي صديقنا برضو، سلم عليكم كتير وبصبح عليكم بقول لكم صباح الخير. يا صباح الفل. تسنيم تقول لك منوره بالفوشي. الله يسعدها يا رب. ام فهد بصبح عليكي، وسحر المصري كمان، ووجدي بصبح عليكم، بدهم تيراميسو. عملنا تيراميسو هذيك اليوم مش عارف نعمل. اظن مع ديما. والله وسمر بصبح عليكي. طيب بيقدروا يشوفوه على مطبخ رؤية طبعا. بس أكيد. يخشوا على مطبخ رؤية بتلاقوا كل الوصفات بتاعتنا موجودة هناك، في سهولة طبعا جدا في ان هم يطلعوا الوصفات. طيب برضو نفس الحركة، وبرضو الكشكشة كده اهو، وبنطلعها وبنخلي دي تحت لان هي القاعدة بتاعتنا، وبنبتدي نلفها وبنيجي عند هنا وبضغطها، مش لازم ادخل دي جوه، دي الضغطة دي كفاية بتحفظها لي
بتحفظ لي الشكل وباخدها بحطها هنا. دلوقتي دي انا هدخلها الفرن على درجه حراره 180 مش اكتر، عشان انا عايزاها تحمر من بره، بس انا كمان عايزاها تستوي من جوه، بالذات ان دي ملفوفه على بعضها يعني الرقات يمكن بتبقى اسهل شويه انها تستوي. دي بس درجه حراره 180 وهتبقى عندكم مستويه من قرمشه ولطيفه جدا جدا. لا قديش وقت تجيب لنا دي؟ بصي بتقعد تقريبا اللي احنا مجهزينها لو سمحت، بصي بتقعد تقريبا تلت ساعه. تلت ساعه أوكي. وبعدين لو لقيتوها من تحت احمرت ومن فوق لسه، على طول بنعمل بنطفي النار من تحت وبنولع عليها الشوايه من فوق علشان خاطر ما تاخدش نار زياده عن اللزوم. دلوقتي هناخد بس شويه قطر كمان هحطهم على الحشوه اللي عندي، سواء بقى كانت فستق سواء كانت بندق سواء لو سواء تشكيله مخلطه ايا كان، انا بس بنحط له شويه قطر مش كتير. بس ليه؟ عشان دلوقتي لو انا هاكل يصير مزيج يمسك صح؟ بالظبط يعني. وهحط لها شويه موارد او مظاهر اللي موجود عشان لما اجي اقطم منها، لو انا مش حاطه لها حاجه دلوقتي هتيجي تقطمه من هنا هتبص تلاقوا الفستق كله صح وقع. بس انا لما بعمل الخلطه دي وبحطها بيفضل مكانه ما بيهرهرش لما بنيجي ناكلها. طبعا العيار مش ثابت لان هو بس على حسب ما تبتدي يلم معاكوا المكسرات. يعني احنا كده الريحه طبعا ما شاء الله ريحه العطره اللي حطيناها حلوه. طيب هناخد دلوقتي بقى ونحط شويه في نص كل واحده من عش البلبل اللي عندنا. طبعا الفستق بس انا مكسراه، بس مكسراه خشن يعني مش ناعم، خشن. ممكن يكون ناعم بيقدروا يعملوا هيك؟ لا يعني طحن لا. اوكي بدي احكي لسوسن انه يسلم ايديك على الفريكه بالبط. يا عيني يا عيني. بتعرفي انه انا ولا مره جربت برضه البط؟ والله؟ شوفي هو البط هنا يمكن مش ملوش سوق قوي زي مصر، بس في مصر كتير بيطبخ. بيطبخ مع الملوخيه، وفي البط الدمياطي، وفي بيتعمل بالمرته. المرته دي حاجه كده مش مرته، المرته بتبقى قعر السمنه. ايش المرته؟ المرته قعر بتبقى القعر اللي موجود تحت لونه بني كده من الزبده بس من تسيح الزبده يعني. المرته هي بتبقى بصل كتير قوي وكمون بيتحشي بيه البطه. بتتحشي بيه البطة وبعدين بتتاكل، بيبقى نكهتها كتير لطيفة. بس أنا برضو مش من أنصار البطة قوي. غادة أنا زعلانة على هدول التنتين المحطوطين تحت، بصير نسويهم؟ ما هو طبعا أكيد.